مستعف عفاه الله. نعم الله يسعدكم، الله يسعد الجميع، يبارك في الجميع. ابو حاتم لبيه الدعيلج قال ابو عبد الحسين لمني جيت بتوسعون صدري، قلنا ابشر والله ما ان شاء الله تونس اخر وناسه، فودنا نسمع شيء كذا ما انتك. والله فيه قصيده تقريبا يعني. ايوه يا سلام. الطموحات دايم تقهر المستحيل، كل مجهود تلقى لاجتهدت اثمنه، افتقار الكريم ولا غناه البخيل، الكرم لا لقى في الرجل عيب ادفنه، افتقار الكريم ولا غناه البخيل، الكرم لا لقى في الرجل عيب ادفنه، خل كفك على من جاك ظل ظليل، من ترصاك يبغى عون دنيا عنه، ابرك المال للرجال في كل جيل، ما يجيدون ميقافه دون اصحنه، وانت سمعت في قوال قول وقيل، صرت جوال لا جه الرصيد اشحنها، لو تعيل الاوادم كلها لا تعيل، اكبح انسان كالجامح وتل ارسنه، لا تهزل لو حيت الكلام الهزيل، كفن اللي ينقص قيمتك بكفنه، خل صدرك وسيع وخل هرجك جزيل، لا تعرض عباد الله وعرضك صنه، وانت جملت فلي ما يحفظ الجميل، لا تحسف ترى السيئة تحجب احسنه، خلها بذرة مدفونة في مسيل، يمكن السيل يحييها بعد كم سنة. سنة. يا سلام يا سلام صح صح صح. يا سلام يا سلام، بيض الله وجهك. هذه حول الموضوع. اي اي والله جميله والله. الله يعطيك العافيه. صح حسان.